الدكتورة قالت لي حطي الاسبرين على الليمون وهترتاحي طول العمر، سر ما تقوليش لحد عليه. وفعلا عملت كده واتصدمت من النتيجة. تعالوا اقول لكم ايه اللي هيحصل لما احط الاسبرين على الليمون. كل اللي انا محتاجاه النهارده هم 4 حبات من الاسبرين، الاسبرين الريف والعادي اللي احنا بنجيبه من الصيدلية الاخضر، تمام؟ لو مش موجود عندك الاسبرين ده ممكن تستخدمي البنادول، اهم حاجة المادة الفعالة اللي تكون فيه. هاخد 4 حبات كده وهبدأ اطحنهم في اللون. عايزاكي بقى تصلي على رسول الله في الكومنتات وقولي لي بتتابعيني من اي دولة، واكتبي لي بقى كومنت حلو. بعد ما طحنتهم كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، دقيهم باي اي حاجة حادة كده عندك واطحنيهم ونعميهم كويس جدا. هاخدهم بقى معايا كده في طبق بالشكل ده، ولو في اي كتل برضو لازم تضغط عليها كده بالمعلقة، انا عايزاها تكون ناعمة قوي. هعصر بقى عليها نص ليمونة، وبجد انا اتصدمت من اللي حصل. طبعا بشيل البذر عشان انا عايزة الخلطة تكون ناعمة جدا. ومعايا هنا بقى قطعة صغيرة من معجون الاسنان، اي نوع معجون اسنان عندك، وكمان هاخد رشة بسيطة من البيكنج باودر. بصوا بقى شايفين التفاعل بسرعة بقى بسرعة، وهي فيها تفاعل كده. هتجيبي حبة واحدة من الطماطم هتقطعيها كده بالشكل ده، هتخلي نص عشان النص ده كملي الفيديو هقولك على خلطة تانية بقى للبشرة. الخلطة دي بقى للمناطق الحساسة اللي تحت الإبط، للكوع، للركب، اوعي تعملي بيها بشرتك، اعملي بيها تحت الإبط بس ما بين الفخذين. كمان تنفع للكوع، للركبة. اما الخلطة التانية اللي هقولك عليها دلوقتي دي بقى للبشرة. بصوا بقى بتفتح المناطق الداكنة، لو انت بصي سواد السنين، لو سودة كده زي الفحم بتفتح وبتبيض، فظيعة فظيعة فظيعة، جربوها بجد هتعجبكم. لو انت لسه مكملة معايا بقى الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك وكومنت حلو، ويلا بينا اقول لكم على الخلطة التانية اللي هي للبشرة. معايا هنا برضو الطماطماية النص اللي باقي، هاخد معايا هنا نص معلقة من النشا، وكمان مية الورد، هضيف معلقتين لحد ما السائل اللي يبقى معايا ايه يعني عايزاها تبقى ناعمه قوي. وهاخد حبايه واحده من الاسبرين برضو الاخضر، هطحنها بالشكل ده. انا في الخلطه دي مش هستخدم الليمون عشان انا هضيفها على بشرتي، وكمان مش هستخدم البيكنج باودر. هطحنها كويس بالشكل ده. برضو لو في اي تكتلات بضغط عليها كده بالمعلقه عشان اخليها ناعمه قوي. وبحبة الطماطم بقى النص التاني هبدأ استخدمها بقى على بشرتي. دي بقى بتديني درجة تفتيح حلوة جدا، بتشيل التصبغات من البشرة، كمان بتحافظ على البشرة من أشعة الشمس. لو انتي برضو بتتعرضي للشمس كتير وبتنزلي الصبح بتخلي بشرتك بيضة وزي القمر. حبيبي ده كان الفيديو بتاعي، متنسوش بقى تحطولي كومنت حلو وشير.